السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد وحشتوني جدا. فيديو سهل وبسيط النهارده ومش محتاج تكلفة إن شاء الله. هنخس أو هننزل دهون الجسم عن طريق الشاور، وإحنا بناخد الشاور بتاعنا أو بالبلدي كده بنستحمى، هننزل الدهون الزايدة في الجسم ونشد الترهل بصورة طبيعية وبحاجة جميلة جدا جدا. ده ما يمنعش إن أنا آخد مشروب مفضل ليا بحبه للتخسيس، ممكن نشرب الكزبرة الناشفة. الكزبره الناشفه سهله جدا وبسيطه، بناخد معلقه بننزلها على كوبايه وبننزل بالميه المغليه ونسيبها تبرد، وبعد كده لما بتهدى شويه ان احنا نقدر ناخدها بنصفيها وبنحط ربع معلقه من العسل. العسل مش بيتخن، العسل النحل مش بيتخن، خلي بالكم يا جماعه عشان الناس بتقول العسل غلط، مش ما بيتخنش خالص، عسل ده فيه فوايد كبيره. تمام كده، بس لما يكون عسل اصلي، مش تروحوا تجيبوا لي عسل كله سكر، هو ده فعلا اللي ممكن يتخن. عسل اصلي 100 100. تمام كده، نيجي لتحضير الوصفه ونبطل كلام. طيب نركز بقى في حاجه، انا بستخدم الشاور وباقي البيت بيستخدمه وما بيعانوش من سمنه، هاخد على قد مقداري اللي انا داخل اخد بيه شاور. اتفقنا كده، عاملاها مخصصه ليا، هبتدي احط المقادير اللي انا هقول لكم عليها. انا خدت على قد اهو معلقه، بنزل بأول مكون وهو الزنجبيل. الزنجبيل المطحون، الزنجبيل المطحون بنزل بأول معلقة أو معلقة إلا حبة صغيرين يعني. والقهوة التركي، أنا دلوقتي عندي قهوة برازيلي طبعا عشان أوريها لكم يعني، فمش هي بس يفضل قهوة تركي، مفعولها ساحر جدا جدا في شد الترهلات بصورة جميلة جدا. تمام، باخد مثلا برضو زي مقدار الزنجبيل وببتدي اقلب بالراحه كده اهو. طبعا لما باجي اخد الشاور وبقبل الليفه بتاعتي بيبتدي طبعا يدي رغوه. طيب انا عايزه استخدم للشاور بتاعي كله يا وعد، هجيب ازازه ليا وهعمل بيها، بحط معلقه ونص من الزنجبيل ومعلقه ونص او معلقتين من القهوه التركي، وقبل كل استخدام ارج الزجاجه كويس عشان احصل على المتبقي تحت. تمام كده، طيب طريقه الاستخدام ازاي، هعمل ايه؟ طبعا بما اننا في الشتاء بناخد الشاور بميه ساخنه كده، انا بعد ما خدت الشاور بميه ساخنه فتحت كل مسام جسمي، فبالتالي لما اجي اخد الشاور بتاعي هتكون المسام مفتوحه وهبتدي اخد فايده حلوه. ده ما يمنعش ان انا اعمل رياضه في البيت. تمام، الرياضه لوحدها من غير انتظام في الاكل مش هتجيب نتيجه، لازم ننتظم في اكلنا، ما ناكلش وننام، الاكل اخرنا يكون الساعه 7 او 8 بالكتير، نوفر المقالي والمسبكات بمشوي. تمام، او المسبك بسوتيه حلو قوي، ني في ني، الحاجات دي كلها مفيده. تمام كده، نحاول نقلل من السكر، نقلل من السكر جدا جدا، ونقلل من الحاجات اللي هي بقى الكنز اللي هو البيبسي والمكسرات والحاجات دي كلها، نعمل كده ونساعد مع الحاجات دي برضو. تمام، طيب وما يمنعش ان انا امشي في اليوم نص ساعة او ساعة لو قدرت، حلوة جدا. احنا كبنات ما بنقدرش ننزل من البيت عشان خاطر شغل البيت والاولاد والكلام ده، ممكن نجيب اي فيديو من على اليوتيوب زي ما تتفرجوا عليه كده وتعملوا تمرينات، تمشوا في الشقة رايح جاي لمدة نص ساعة. تمام، كل حاجه متوفره معانا، يا رب النهارده اكون افدتكم. بس طب انا كده غسلت مليت جسمي كله بالميه السخنه، اتفتحت مسامه، ببتدي اخد المكون بتاعي على الليفه وببتدي ادعك بحركات دائريه عكس عقارب الساعه لمده 5 دقائق، لو قدرت 10 دقائق حلو قوي. تمام، ابدا بعد ما اخلص اهدى شويه لمده دقيقتين ثلاثه كده وابتدي اغسل البشره، سوري الجسم، من عند الصدر. لو هنعملها للصدر مثلا كسيدات، بنيجي من عند الصدر بنمسك الشاور نفسه بايدينا الاثنين كده ونيجي من تحت لفوق بعكس عقارب الساعه كده 5 دقائق و5 دقائق كده، بيشد الصدر بيرفعه جدا جدا جدا، بيبقى بصراحه حلو قوي. انا اتكلمت كتير في الفيديو بس عشان افهمكم كويس، بس فعلا حاجه تحفه تحفه. بعد ما بتخلصوا بتنشفوا الجسم كويس قوي، تشطفوا الجسم يعني وتنشفوه، وتحطوا كريم مرطب للجسم كله علشان لو حسيتي ان في، وانتوا بتاخدوا الشاور لو حسيتي ان في لسعه في الجسم، سوري حرقان في الجسم، ده حلو جدا لان المسام مفتوحه وبتتغلغل المكون ده.
يا رب النهارده اكون افدتكم، ما اكونش طولت عليكم، جربوا وهتلاقوا النتيجه 100 100 مع وصفات التخسيس اللي احنا بنشربها لتخسيس الدهون من الداخل. تمام كده، اشربوا ميه كتير جدا 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 جدا. يا رب النهارده اكون افدتكم ووصلت لكم معلومه حلوه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.